في لقاء جديد من برنامج حرب بلا سلاح. الكلمة تستطيع أن تدمر وتستطيع أن تبني، والخيار لك والقرار بيدك. كما قلت سابقا وأعزز اليوم ما قلته سابقا، ما زلنا مستمرين في حربنا تلك، ولا نملك إلا الكلمة كسلاح. أحاول قدر الإمكان أن أختار الكلمة التي تبني، أملا في أن تصنع كلمات جيلا جديدا يختلف كل الاختلاف عن أجيالنا الحالية والسابقة، والتي قادتنا كلماتهم إلى ما نحن فيه من كوارث اليوم. جلال الدين الرومي يقول: ارفع كلماتك لا صوتك، فالمطر هو الذي ينبت الأزهار للرعد. وحدها الحروب المسلحة تجلجل، أما حروب الكلمات فهي كالمطر، ينعشك صوته وترويك ماؤه. أتمنى أن تكون حربي دائما تنعش وتروي. الموضوع الذي سأتناوله اليوم هو أمريكا والإسلام. كنت قد اخترته بناء على أسئلة كثيرة طرحت علي في الحلقات السابقة من قبل أخوة مسلمين غيورين على دينهم، وكانت كل تلك الأسئلة مختصرة في سؤال واحد، أو أستطيع أن أختصرها في سؤال واحد: لماذا تتحدثين عن تاريخ الإسلام الدموي ولا تقتربين من حقيقة أمريكا التي قامت على مجازر ارتكبتها بحق السكان الأصليين؟ سؤال قد يبدو للبعض وجيها للغاية، وخصوصا بالنسبة لنا نحن الذين لم نتعلم يوما الفكر النقدي وكيف نربط الحقائق ببعضها. لكن بالنسبة لي يبدو السؤال غير منطقي، ويتضمن مقارنة غير عادلة ومرفوضة. لست هنا لأدافع عن أمريكا، فأمريكا كأي إمبراطورية قامت في التاريخ البشري، قامت على حروب وسفك دماء. تلك حقيقة لا أستطيع أن أتجاهلها، ولا يستطيع أن يتجاهلها أي إنسان ملم بالحد الأدنى من معرفة التاريخ الإنساني. لكنها في الوقت نفسه حقيقة يستخدمها البعض لغاية باطلة، على حد قول علي بن أبي طالب: حق يراد به باطل. يستخدمها المسلمون لكي يدافعوا من خلالها عن إجرامية التاريخ الإسلامي من خلال المقارنة. طبعاً قبل أن أدخل في صلب الموضوع وهو تلك المقارنة غير المقبولة، أحب أن أذكر أو أن أذكر بعض الحقائق. 90%، انتبهوا، 90% من السكان الأصليين للقارتين الأمريكيتين قتلوا خلال 150 سنة الأولى بعد اكتشاف الأوروبيين لها. إذن قتلوا خلال أول 150 سنة بعد اكتشاف الأوروبيين للقارتين الأمريكيتين. الحقيقة الثانية: 95% من هؤلاء الذين قتلوا حصدتهم الأمراض السارية التي حملها لهم القادمون الجدد، وليست الحروب،
إذن الأمراض السارية هي التي حصدت 90% من الذين ماتوا وليست الحروب. كان هناك مناعة لدى الأوروبيين من هذه الأمراض باعتبارهم تعرضوا لفيروساتها من قبل أقصد، وتولدت لديهم تلك المناعة التي حمتهم إلى حد ما من تلك الأمراض. أما سكان أمريكا الأصليين فكانوا قد تعرضوا لها للمرة الأولى، ولم يكن في أجهزتهم المناعية الأجسام المضادة لتلك الأمراض. على سبيل المثال، مرض الجدري لوحده حصد ثلث السكان الأصليين. كريستوف كولومبوس اكتشف القارة الأمريكية عام 1492. لم تتشكل أمريكا كدولة ذات سيادة وقانون إلا في عام 1776، أي بعد حوالي 3 قرون، وكان عدد سكانها يومها حوالي 4 ملايين نسمة. القادمون الجدد كان معظمهم من بريطانيا. في ذلك الزمن، أي في القرن 17، كانت أوروبا قد خرجت من ظلام القرون الوسطى ودخلت عصر النهضة. في تلك المرحلة ظهر في الغرب فلاسفة لعبوا وقتها، وما زالت طبعا أفكارهم تلعب دورا في استنارة الفكر وترويج الأفكار الديمقراطية التي تؤمن بحق كل إنسان في الحياة وحقه في اختياره لدينه. خلال تلك الفترة كذلك ظهرت الحركة البروتستانتية التي سمحت بل وشجعت الإنسان المسيحي على طرح الأسئلة حول الكاثوليكية وطريقة ممارستها للمسيحية. لا شك أن أفكار عصر النهضة التي دخلتها أوروبا قد ساهمت إلى حد كبير، إن لم تكن العامل الوحيد، في تشكيل أمريكا كدولة مستقلة حتى عن أمها بريطانيا، وفي وضع دستورها والكثير من قوانينها. توماس جيفرسون، جورج واشنطن، جيمس ماديسون امتلكوا من الشجاعة، هؤلاء من المؤسسين الأوائل لأمريكا، امتلكوا من الشجاعة ما كان كافياً لأن يلتزموا بأفكار فلاسفة عصر النهضة عندما تعلق الأمر بإعلان دولتهم المستقلة والتي تتضمن قيم عصر النهضة، تلك القيم التي تتعلق بالحريات والمساواة والعدالة. وما زالت تلك الحكومة هي نفسها حتى تاريخ اليوم. عندما تقرأ اليوم، عندما تقرأ التاريخ الأمريكي، لا يوجد فيه ما يلغي ويكذب المجازر والحروب التي ارتكبت بحق السكان الأصليين، ولا يعلمون في المدارس أن في قتل السكان الأصليين مجالاً لأن يفتخر به الأمريكي. يعترفون بما حدث. تحاول حكومة أمريكا أن تعيد لمن تبقى منهم ثقافاتهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ويكفي أن تمتلك 10% من جيناتهم لتأخذ راتباً شهرياً من الحكومة الأمريكية مدى الحياة. للهنود الحمر اليوم مناطقهم الخاصة بهم، وهم
يديرون شؤونهم من خلال حكم ذاتي، لهم قوانينهم وعاداتهم وعباداتهم وطقوسهم، وهم يمارسونها بحرية أحياناً مبالغ فيها. هذه المعلومات بالإضافة لأسباب أخرى تجعل المقارنة بين التاريخ الأمريكي والتاريخ الإسلامي غير عادلة وغير منطقية. أهم سبب من هذه الأسباب إن الإسلام دولة دينية ويزعم أنه يقوم على تعاليم إلهية لا تقبل الخطأ والصح، وبناء على ذلك لا يمكن أن تقارن تاريخ دولة بشرية مع تاريخ دولة إلهية. المسلمون ما زالوا حتى اليوم فخورين بتاريخهم رغم كل إجرامه ودمويته، ولا يعترفون بأن التعاليم الإرهابية لمحمد كانت وراء ما ارتكب خلال هذا التاريخ من قتل ومجازر. يسمون احتلالهم للحضارات التي كانت سائدة في الشرق الأوسط يسمونه فتحاً، ويزعمون أنهم بنوا حضارة مميزة وعليها بصماتهم، علماً بأنهم حتى تاريخ اليوم غير قادرين أن يبنوا مرحاضاً ما لم يستوردوا كل شيء من الغرب. موقف المسلمين من التاريخ الإسلامي الإجرامي الإرهابي يختلف جذرياً عن موقف الغربيين والأمريكان من الحروب التي خاضتها حكوماتهم عبر التاريخ. لم أسمع أمريكياً واحداً يفتخر بقتله للهنود الحمر، لم أسمع أوروبياً واحداً يفتخر باحتلال حكومته لدول أخرى. على العكس تماماً، لقد اكتسبت تلك الشعوب حكمتها السياسية ومواقفها الإنسانية بعد استيعابها للأخطاء والجرائم التي ارتكبتها حكومات تلك الشعوب عبر التاريخ. طبعاً هذا الفرق الثقافي بين الشعوب الإسلامية والشعوب الغربية اليوم يخدم الإسلام والمسلمين. الغرب يؤمن إيماناً قطعياً بحرية الآخر في اختيار دينه وطريقة حياته، والمسلم يستغل تلك القيم الإنسانية الموجودة لدى الغربي لفرض نفسه في بلادهم بعد أن فر هارباً من جور شريعته الإسلامية وإجرامية حكامه. أعزائي المشاهدين، وجدي غنيم شيخ مصري عاش في أمريكا هو وعائلته الكبيرة سنوات كثيرة، وكان يقيم فيها إقامة غير شرعية. أعزائي المشاهدين، وجدي غنيم شيخ مصري عاش في أمريكا هو وعائلته الكبيرة سنوات عديدة، وكان يقيم فيها إقامة غير شرعية ويبث أحقاده وشروره من خلال جامعه ومن وراء منبره. في أحد الأيام أصدرت دائرة الهجرة قراراً بترحيله إلى بلده. محاميه كان أمريكياً ودافع دفاعاً مستميتاً عن حقه في البقاء، وادعى أنه شيخ مسالم ومعتدل ولا خطر من وجوده في أمريكا،
لكن على ما يبدو لسبب ما لم يقتنع القاضي بالدفاع فحكم بالترحيل ورحل. أذكر أن الجالية المسلمة هنا في كاليفورنيا نزلت مظاهرة تندد بقرار القاضي وتعتبره ضد القيم الأمريكية. لاحظوا معي، عندما تخدم مصالحهم تلك القيم يدافعون عنها. وقامت الجالية المسلمة بحملة تبرعات لتستأنف القرار وتدافع عنه، ولكن كل جهودها باءت بالفشل ورحل الشيخ وجدي غنيم إلى بلده. لدينا شريط له، ولا أشك أنكم جميعا قد استمعتم ولو مرة واحدة لهذا الشيخ الذي تكفي كمية السموم الموجودة داخل عقله للقضاء على البشرية. ما جاء في الشريط يعرض حقيقة الشيخ ومدى حقده، عكس ما حاولت الجالية المسلمة في كاليفورنيا أن تثبت للقضاء الأمريكي. سنعرض بضع دقائق من الشريط، دقائق يجسد فيها موقفه عموماً من النصارى الذين بكى دماً من أجل أن يعيش في بلادهم، وحاول بكل جهده أن يلبس جلد الحمل كي يوهم النصارى في أمريكا أنه وديع ومسالم كي ينعم بالحياة الأمريكية وبالقيم الأمريكية. ولما طرد منها خلع ثوب الحمل وعاد إلى حقيقته كوحش. دائما تتم مقارنة التاريخ الأمريكي بالتاريخ الإسلامي في محاولة جادة لتبرير جرائم التاريخ الإسلامي. لو كان الأمر يتعلق فقط بتبرير جرائم التاريخ الإسلامي لقبلنا المقارنة وسكتنا بغض النظر عن أي اعتبار آخر، وبغض النظر عن كون الإسلام دين وكون أمريكا دولة بشرية. لكن القضية أكبر من ذلك. القضية أن القائمين على حماية الإسلام اليوم يريدون لهذا التاريخ أن يستمر، يريدون أن يستمر في القرن 21. الشيخ وجدي لا يقبل بالنصراني ويطالب بالتمييز بين المسلم وبين النصراني لأن القرآن ميز بين الاثنين. تصوروا يعيشون على خير الغرب ويتطفلون على تكنولوجياته ويتعالجون على أيدي الغربيين ويدفعون الغالي والرخيص ليتسللوا إلى الغرب، وبدون أدنى خجل يطالب بأن نميز بين النصارى كمشركين وبين المسلمين كمؤمنين. يريدنا الشيخ وجدي الذي لا أشك أن لحيته قد أكلها الوسخ والقمل كما أكلا عقلا. وبين الطبيب القبطي مجدي يعقوب الذي انحنت البشرية جمعاء أمام عبقريته ومهارته الطبية كطبيب مختص في القلب. الشيخ وجدي يقول: يا نصارى، نحن نحتكم إلى القرآن، والقرآن يقول
أنتم كفرة ومشركون. تصوروا معي لو خرج رجل دين مسيحي أمريكي اليوم وقال: يا مسلمون أنتم كفرة ومشركون، كيف ستكون ردة فعل الشعب الأمريكي نفسه ناهيك عن ردة فعل المسلمين الذين يعيشون في أمريكا؟ طبعاً الأمر لا يقتصر على الشيخ وجدي، بل نرى وزير الخارجية السعودي يتبجح بحضارته الإسلامية التي لولاها على حد زعمه لما كان هناك حضارة غربية، يكذب وينافق ولا يجد غربياً واحداً يمتلك من الشجاعة كي يضعه في مكانه ويضيق عليه الخناق من خلال حقائق عن التاريخ الإسلامي يندى لها الجبين. لدينا شريط يعرض وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال يوجه له بخصوص داعش وعلاقتها بالإسلام. رده مملوء كذباً وخبثاً ورياءً. تستغرب كيف يملك من الشجاعة ما يكفي ليزور ويلف ويدور بدون أدنى التزام أخلاقي. أولاً يتساءل الوزير السعودي من خلال رده: هل نستطيع أن نتهم بأن عصابة الكي كي كي هي تمثل المسيحية؟ ويتابع: كذلك لا نستطيع أن نتهم داعش بأنها إسلامية. عصابة الكي كي كي لم تقطع رقبة أحد أمام عدسة الكاميرا ليراها العالم كله وهي ترفع اسم المسيح عالياً وتشهد أنها تمشي على خطاه. لم تفعل ذلك في تاريخها رغم أنها عصابة، ولا تستطيع أن تفعل ذلك ببساطة لأن المسيح لم يفعل ذلك. أما داعش فكل ما فعلته موثق في سيرة محمد وموثق في القرآن. يتابع وزير السعودية قوله: في كل دين هناك ناس متطرفون كداعش، فلماذا لا يتهمون بأنهم يمثلون أديانهم؟ لم يذكر لنا حضرة الوزير السعودي وزير الكذب والنفاق كم يهودي فجر نفسه في مدرسة أطفال أو في مطعم. لم يذكر لنا كم مسيحي قطع رقبة أحد وهو يكبر باسم المسيح. لم يذكر لنا كم بوذي سبى نساء واغتصبهن تيمنا ببوذة. لم يذكر لنا كم هندوسي شق قلب هندوسي آخر وأكله. أعزائي المشاهدين، كما رأينا يذكر الوزير السعودي وزير الكذب والنفاق مثالاً على التسامح الإسلامي بالآية التي تقول: لكم دينكم ولي ديني. ويتساءل: هل هناك تسامح أعلى من ذلك؟ تماماً، على غرار تسامح محمد مع بني قريظة الذين قطع رقاب 900 من رجالهم بعد أن اعتدى على نسائهم وأطفالهم. عندما نذكر لهم آية يدعون بأننا نقطعها من سياقها لتخدم مآربنا،
أما هم عندما يفعلون ذلك لا يجدون أحداً يضعهم عند حدودهم. لماذا لم يقرأ الوزير الآية كما وردت في سياقها، بدلاً من أن يقتطع منها عبارة لكم دينكم ولي ديني؟ دعوني أقرأها عليكم من باب فضح نفاقه وريائه وكذبه. الآية تقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أولا، هناك تكرار في الآية لا يقدم ولا يؤخر، هناك ثرثرة كلامية لا طائل منها. ومع هذا، بغض النظر عن تلك الثرثرة الكلامية، عندما تريد أن تخاطب أحدا بقولك لكم دينكم ولي دين، هل من التسامح بمكان أن تخاطبه بأيها الكافرون؟ إسقاط حضرة الوزير السعودي لتلك المنادات دليل قاطع على أنه يعي ما في كتابه ويحاول أن يذر الرمل في عيون الغرب. ليس هذا وحسب، ولكن يتبجح بحضارته الإسلامية بدون أن يعتريه ذرة خجل. أية حضارة؟ حتى تاريخ منتصف القرن الفائت وهم يعيشون في صحراء لا أثر لحياة فيها، يتقاتلون على الكلأ والملأ ويمسحون مؤخراتهم بالحجارة والعظام، ولا يخجل من أن ينسب حضارة إليه. حتى ورقة التوت التي تستر عورته مصنوعة في الغرب، فأين هي آثار تلك الحضارة في مهد نبيه، أي في أرض الحجاز؟ أين هي؟ هل هناك أثر مهما كان ضئيلاً لحضارة تركها محمد في مسقط رأسه؟ فأية حضارة تلك التي يتشدقون بها؟ يكذب الوزير السعودي ويقول: لولا الحضارة الإسلامية لما بقيت حضارة الإغريق ولما وصلت للغرب. أليست تلك مهزلة؟ على ما يبدو كانت مطابع السعوديين تطبع تلك الحضارة، وكانت مكتباتهم تحافظ على الكتب والمجلدات من شدة احترامهم لما جاء في تلك الحضارة. على حد قول المثل: إن لم تستحي فقل ما تشاء. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يوجد الآن في السعودية كتب ومراجع عن الحضارة الإغريقية؟ هل رأيتم شخصاً سعودياً على محطة تلفزيونية يناقش بحثاً لأرسطو أو أفلاطون الذي يزعم الوزير السعودي أنه هو وحضارته من حافظ على مخلفات هؤلاء الفلاسفة؟ يبدو أنه لا يعرف الخجل. طبعاً لا يعرفه لأنه يدرك حقيقة القيم الغربية، ويعرف أن الإنسان الغربي ليس وقحاً إلى الحد الذي يحاصر فيه الكذابين في زواياهم، وخصوصاً عندما يكون الكذاب على
مستوى وزير دولة. يتبجح الوزير السعودي بأن دينه دين تسامح، بينما يسمح لرجال دينه أن يبثوا كل سمومهم من على منابر تدعمها حكومته بالمال والفكر الإرهابي من قلب الحرم الملكي. سنستمع إلى شيخ سعودي يكذب بدعائه حقيقة التسامح التي يتبجح بها وزيره أمام الغرب. سنعرض من الشريط دقيقة واحدة، دقيقة تجسد نفاق الحكومة السعودية بخصوص حقيقة دينها، تجسده بوضوح وبلا لبس. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ودينك. ماذا يفعل إخوانكم المجاهدون يا حضرة الوزير؟ يذبحون طفلا أمام الكاميرا ويشق أحدهم صدر رجل سوري ليأكل قلبه؟ هذا ما يفعله بدعم مادي وعقائدي من حكومتكم الموغلة في فسادها وإرهابها. هذا ما يفعله المجاهدون لإعلاء دينكم وكلمة ربكم. هل هم في العراق وسوريا واليمن لبناء مدرسة أو لبناء بيوت للفقراء؟ هل هم هناك ليستصلحوا أرضاً ويزرعونها؟ هل هم هناك ليعالجوا مريضاً أو ليطعموا جائعاً أو ليأووا شريداً؟ طبعاً لا، لأن دينكم دين دمار وليس دين عمار. اللهم عليك بأعدائهم من الرافضة الملحدين والنصارى الحاقدين ومن اليهود الخائنين. يا سيادة الوزير، هل تساءلت وأنت تقتطع من سياق الآية عبارة لكم دينكم ولي دين؟ هل تساءلت؟ لقد تساءلت في الأصل، هل هناك تسامح يفوق هذا التسامح؟ وسؤالنا، هل هناك حقد وكراهية تفوق أن يخرج رجل دين بأمر من حكومتكم ليقول اللهم عليك بأعدائهم من الرافضة الملحدين والنصارى الحاقدين واليهود الخائنين؟ يا سيادة الوزير، العالم بدأ يكتشف كذبكم ونفاقكم وتزويركم للحقائق، ولن يطول الزمن حتى يحشركم في زاويتكم. ثم يتابع شيخك، شيخك يا سيادة الوزير، فرق جمعهم وشتت شملهم وأضعف قوتهم وأدر عليهم دائرة السوء. وسؤالي، هل هناك شعب على سطح الأرض فرق الله جمعه وأضعف قوته وأدار عليه دائرة السوء أكثر من شعوبكم؟ ألم يحن الوقت لتدركوا بأن حقدكم سيرتد إلى نحوركم؟ يقول سيادة الوزير، لا علاقة لداعش بالإسلام، وعلاقتها بالإسلام ليست أكثر من علاقة جماعة الكي كي كي بالمسيحية. لدينا شريط من بين مئات الأشرطة لرجال دين إسلامي يؤكدون فيها أن داعش تمثل الإسلام قلباً وقالباً. سنعرض هذا الشريط لنؤكد أن السياسة السعودية سياسة مضللة ومنافقة، وما جاء في الشريط لا يتعارض مع ما جاء في أي شريط
لشيخ سعودي منذ أن ولدت داعش. 99.99% من عناصر داعش هم مسلمون حقيقيون. هذا ما أجاد به الشيخ رجل الدين الإسلامي عكساً لما جاء به وزير الكذب والنفاق الوزير السعودي من أن الإسلام دين تسامح ولا علاقة لداعش بالإسلام. أعزائي المشاهدين، أود أن أعود الآن إلى صلب الموضوع، والذي هو المقارنة بين التاريخ الأمريكي والتاريخ الإسلامي، وأود أن أعود إلى بداية حديثي بعد هذا العرض المختصر. التاريخ البشري مملوء بالحروب والمآسي والكوارث، لكن التعاليم الدينية والسلوكيات الرسل والأنبياء الذين أتوا بتلك التعاليم يفترض أن تخفف من حدة تلك الكوارث، لا أن تعززها وتكرسها. ليس في أقوال المسيح ولا في سيرته ما يمكن أن يبرر أي حرب أو كارثة يقوم بها المسيحيون، فأنا أقيم المسيحية من خلال أقوال وسلوكيات المسيح، وأقيم الإسلام من خلال أقوال وسلوكيات محمد، وكذلك البوذية أو أي دين آخر. لذلك ليس من العدل بمكان أن تقارن بين أمريكا والإسلام، فالإسلام يدعي أتباعه أنه وثيقة إلهية لا تقبل الخطأ والصح. أما في أمريكا، فأما أمريكا أقصد، فهي كأية إمبراطورية أخرى في التاريخ ارتكبت حروباً وكوارث. من العدل أن نقارن بين محمد والمسيح، من العدل أن نقارن بين الإسلام والمسيحية، من العدل أن نقارن بين أمريكا والسعودية. أما أن تقارن بين دين يفترض أن يكون إلهياً وبين دولة بشرية، فالمقارنة مرفوضة وغير منطقية. التاريخ الإسلامي كما هو موثق في الكتب والمراجع الإسلامية لا يترك مجالاً للشك أن اليهود والمسيحيين كانوا من سكان بلاد الحجاز، فأين هم اليوم؟ هذا يدل على أن مجازرة على غرار مجزرة بني قريظة ارتكبت بحق من بقي منهم على دينه. ألم يحن الوقت لكي تحاكم السعودية على تاريخها الأسود وتطالب بتعويضات لليهود والنصارى على غرار التعويضات التي تقدمها الحكومة الأمريكية للسكان الأصليين اليوم؟ حتى تاريخ اليوم وبوقاحة لا تضاهيها وقاحة يمنعون دخول غير المسلم مكة، مع العلم لم يبنها عمليا إلا اليهود والنصارى، لأن حكومة السعودية تنافق وتكذب على شعبها كما تنافق وتكذب على الغرب. لا نعرف إلى متى سيستمر نفاق السعودية على العالم بعد أن وصلت أموالها القذرة إلى كل بقعة في العالم وتركت فيها أثراً لثقافتهم وليس لحضارتهم، أثراً لثقافة مشبعة بالقتل والدماء. الغد سيحمل لنا جواباً لأسئلتنا، وإن غداً لناظره قريب. أعزائي المشاهدين، شكراً لإصغائكم لرسالتي اليوم.
أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بها. الأعزاء المشاهدين، كنتم تتابعون الجزء الأول وحديث الدكتورة وفاء سلطان وحرب كلماتها من خلال هذا البرنامج حول موضوع أمريكا والإسلام. ما زلتم معنا على البث المباشر، فاصل قصير وسوف نتابع معكم في أقل من دقيقة أو دقيقتين، نتواصل معكم من خلال اتصالاتكم أينما كنتم معنا من جميع أنحاء العالم. أيضا تشاهدون البث المباشر من خلال موقع التواصل الاجتماعي للفضائية الأرامية EBN SAT. شكرا لكم، نعود حالا ونواصل اللقاء. ومن جديد بنرحب بحضراتكم وهذه الحلقة على البث المباشر من برنامج حرب بلا سلاح. خطوطنا مفتوحة، أهلا بكم، أهلا بمداخلتكم، أهلا بانتقاداتكم أينما كنتم، بتعليقاتكم، رفضكم، قبولكم، أهلا بكم. خطوطنا مفتوحة الآن، بنرحب بتواصلكم معنا على الآرامية وأيضا مع الدكتورة وفاء سلطان، و بنقول لها، بنعكس لها هذا البيت من الشعر: حروب كلماتك يا دكتورة كالمطر، ينعشنا باستمرار صوتها وتروينا كلماتها. شكرا ليكي ولأجل هذا الطرح. ومعك الآن اتصال من أمريكا، بنرحب بيوسف من أمريكا معانا، تفضل. مرحبا أخت نوال، أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ أهلا بيك. نرحب بالدكتورة وفاء اللي اعتز بها جدا وتستحق كل الاحترام. بالنسبة لكلام الدكتورة من طلعة وجدي غنيم حشا، أريد أذكر هذا مو هو باللحية مالت أكو قمل، أنه محمد النبي مالت كان يضع رأسه في حضن زوجاته ليفلنه. اثنين، بالنسبة إلى عدنان العرعور، هذا ضابط الجيش السوري، هذا ساقط أخلاقيا كما قال أحد ضباط السوريين وأكد نفسه على هالكلام هذا. ثلاثة، بالنسبة للوزير السعودي، هذا مثل ما تفضلتي كذاب، هذا قال قل يا أيها الكافرون، بس سورة محمد 4 دا يقول وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، سورة محمد سورة توبة 29 اقتلوا النصارى واليهود أن يدفعوا جزية عن يد وهم صاغرون، سورة التوبة 5 ليش ما ذكرها؟ علما أنه جميع الأئمة المسلمين يقولون إن سورة إن الآية رقم 5 من سورة التوبة تسمى بآية السيف، لقد نسخت آية السيف جميع الآيات التي تدعو إلى السلم والصفح والمحبة في القرآن، لماذا ينكرها هذا؟ بس إنسان ما عنده أخرى، هو هذا اللي يقدر يقول. كوكلوس كلان ما تمثل المسيحية. شكرا، شكرا أخي يوسف. شكرا جزيلا. معك اتصال من إحسان من أمريكا. إحسان أهلا وسهلا. هلا، مرحبا بك. نرحب بالدكتورة وفاء سلطان على البرنامج مالتها اللي كل ما تطلع أنا متابعه دقيقة بدقيقة، وأنا كل بعثت رسالة إلى فيصل طراد وإلى المعلمي، يقول بعض القنوات تهين الإسلام. نحن ما نهين الإسلام، نهين محمدكم القذر اللي هو اللي شوه سمعة العالم. وهذا الأخ الوزير الصعلوك ليش ما قال سورة التوبة 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ما يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب عن يد صغيرة عن يد وهم صارغون. هذه سورة التوبة هي اللي تجسد أعمال القرآن، اللي أعمال القرآن اللي كل انكتب من قبل جماعة مشوهين. وحب قلكي دكتورة وفاء، قبل يومين ظهر علي جبريل قال لي دبعث لك هذه السورة وأعلنها بالتلفزيون، سورة الرافعة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الرافعة
ألم ترى كيف أرسل لهم هبوب مسمومة ورياح شاسعة وكيف داخت رؤوسهم من الشمس الساطعة وبعث لهم جيش من الزنابير اللاسعة وجعلهم كعصف مأكول. شكرا لك، أشكرك. والاتصال التالي معنا من العراق أبو وسام. أهلا وسهلا بك أبو وسام. سلامي سلام مني على الدكتورة عطاء السلطان، وسلاما من العائلة على الأخ نوال. دكتور وفاء، صدق من قال الدين دين الشعوب، والآن بدأت حرب الأديان وسوف تبلغ ضحايا العالم أعلى ذروتها. إنه زلزال تحت أقدام من لا يحبون الأوطان. والسؤال، ما المقصود على ابن جرولته تجول الدوائر؟ تحية إعجاب للدكتور وفاء السلطان، وتحية الشاكرين للأخ نوال، وشكرا. أخت نوال، أتمنى أن تكوني قد فهمت سؤال الأخ أبو وسام الذي يتحفنا دوما بمداخلاته الجميلة. سؤاله يعني غالبا سؤاله استنكاري، أو سؤاله يعني في صيغة إثبات لمقال بيقول لك ما المقصود على الباغي تدور الدوائر. وقال تعليق، مع الأسف إحنا بقيناه رغم عدم وضوح الصوت، لكن بيقول السؤال خلاص وصلت يعني الرسالة. لا يعني تهتمي بالأمر، وصلت الرسالة. يوحنا من أمريكا، بنرحب بيك. هلو، مرحبا، سلام المسيح معكم، وتحية خالصة للدكتورة الفاضلة وفاء السلطان على برامجها القيمة هذه. أحب شكرا. تفضل عزيزتي دكتورة وفاء، لقد وضعت النقاط على الحروف وبينت الحق. لقد كانت كل من سوريا والعراق هناك حضارة سريانية أرامية عريقة، وأنا أشعر عندما تتكلمين أنك أختي في الأصل وفي الإنسانية، لكن مع الأسف الغزو الإسلامي قد دمر تلك الحضارات واستولى على حضاراتهم وكنائسهم وممتلكاتهم وكل ما يملكون، وكانوا مسيحيين مسالمين يعيشون على الزراعة أو الحرف البسيطة، وفرضوا عليهم بالقوة الإكراه، إما الدخول في الديانة الإسلامية أو دفع الجزية وما عدا ذلك القتل. فأين هي الحرية، حرية الشخصية وحرية العقيدة للإنسان في تلك الشريعة؟ شكرا لك، شكرا لهذه المداخلة. معنا من تركيا هذا الاتصال داز ليس، دكتور ليس، عفوا الاسم بس وصل بشكل، أنا بعتذر. دكتور ليس تفضل. نعم، دكتور بالقانون. أهلا وسهلا بك دكتور، تفضل. أهلا وسهلا، السلام عليكم. أهلا أولا بيك. وتحياتي للأخت الدكتورة. شكرا لك، تفضل. الله يسلمك. طبعا عادة هيك مواضيع، هذا الموضوع ما نعتمد به على ناس مثل العرعور شخص سعودي هذا ما نعرف شنو اصوله، ولا حتى نعرف يعني اي يعني اي منبع بالنسبه للاسلام او غير الاسلام. الو، اسمعوني. ايوه دكتور. نعم، عادة الإسلام يعني فيما أغلبية القصص اللي نسمعها وتاريخ الإسلامي هذا محرف. ليش؟ لأنه عادة التعايش الإسلامي المسيحي اليهودي كان تعايش طبيعي جدا 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 في زمن محمد، لم أفهم. تعايش طبيعي جدا، كان تعايشا طبيعيا جدا. اوكي، تعايش جدا، وهذا هذا هذا اكو كتب بالتاريخ تثبت التعايش الاسلامي الطبيعي.
من بعد هذا الموضوع، بعد ما توفى محمد، بعد وفاة محمد، صارت اكو فد الامور تغيرت، يعني صار الاسلام الى منحى اخر، صار اسلام سياسي يعتمد على السياسه. اوكي، ما هو السؤال؟ هل هذا هو فقط تعليق؟ ما هو سؤال حضرتك؟ او لقد فهمت المداخله، لقد وصلت رساله الدكتور من تركيا بوضوح، لا اريد اي تعقيب لانني فهمت الرساله فهما كاملا، الا اذا اراد ان يضيف شيئا. هو انقطع الاتصال مع الاخ، مع الدكتور ليث من تركيا. ساعدك دكتوره وفاء حتى يعني تكون عندك تركيز في المداخلات، هاخد هذا من لبنان بس اسمحي لي، وبعدين حضرتك تعلقي. جوزيف معانا من لبنان، اهلا بيك جوزيف. اهلا وسهلا، مساء الخير، اهلا بيك. شلونكم؟ شلون الصحة؟ أهلا أخي جوزيف. أنا لي الشرف أن أكلم أخت الدكتورة وفاء سلطان. أهلا. صراحة يعني كثير ضائعة، ومع الأسف إحنا من الموصل وطردونا دولة الإسلام، وأحب أسلم عليكم وشكرا. شكرا لك. شكرا لك. تفضلي دكتوره للتعليق. صار عنا اتصالات كثيره، واتمنى ان امر على كل اتصال وان لا اهمل ايا منها، اتمنى ذلك. الاخ يوسف من امريكا، والاخ احسان من امريكا ايضا، كلا الاخين قدموا نفس التساؤلات باختصار: لماذا لم يشر الوزير السعودي إلى آيات القتل والسيف التي جاءت في القرآن ونسخت كل الآيات السابقة التي تدعو إلى السلام؟ طبعا لا جواب لدي إلا لأنه كذاب ومنافق، هو قبل غيره يدرك حقيقة دينه ويدرك القيم الغربية، فيستغل تلك القيم ليكذب وينافق بدون أن يواجه من قبل أي شخص غربي آخر. فالأدب لدى الغربي يمنعه من أن كما نقول بالسوري أن نفقئ الحصرم في عينه، يمنعه من ذلك. يجب على الغربي حسب قيمه أن يحترم الشخص المتحدث، ولكن إلى متى سيظل الغربي متجاهلاً كذب ونفاق المسؤولين المسلمين، وخصوصاً على مستوى وزير خارجية السعودية؟ الأخ أبو وسام تساءل أو ذكر مثالا على الباغي تدور الدوائر. طبعا على الباغي تدور الدوائر، والكوارث التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم تدل على أنه يدفع الثمن باهظا، ثمن موقفه من الآخر وثمن الجرائم التي ارتكبت عبر التاريخ الإسلامي باسم الإسلام. لدينا الأخ يوحنا الذي أشار إلى أنه قبل الغزو الإسلامي كانت هناك حضارات كثيرة سائدة في بلاد الشام وفي بلاد ما بين الرافدين، ولكن الغزو البدوي الإسلامي قد قضى على تلك الحضارات. ليس لدينا أي شك بما قاله الأخ يوحنا. في عنا السيد الدكتور، أعتقد دكتور في القانون كما أشار، اتصل من سوريا وقال أنه يجب أن لا أعتمد على رجال دين كالعرعور لمعرفة حقيقة الإسلام. فلقد أشار الدكتور القانون أن
لقد كان في عهد محمد تعايش طبيعي بين المسلمين أو بين محمد وبين النصارى واليهود، وتلك كذبة لا تقل في حدتها عن كذبة الوزير السعودي المنافق. قال يتابع دكتور القانون في تركيا بأنه بعد وفاة محمد تغير الإسلام وأخذ منحا آخر. يبدو أن الدكتور في القانون يجهل القانون الذي اتبعه محمد، ويجهل الكثير من الآيات القرآنية، ويجهل الكثير من أحاديث محمد عندما قال لهم اغزوا تبوك تنالوا بنات الأصفر. لا نعرف ما موقف رجل القانون من عبارة محمد تلك، اغزوا تبوك تنالوا بني الأصفر. تصور أن يقول رجل أو أن يقول أو أن تصور لو في كتاب المسيحيين ما يذكر بأن المسيح قال اغزوا السعودية تنالوا بنات المسلمين. تصوروا، هل يعقل؟ ما رأي رجل القانون بهذا القانون؟ نريد، نتمنى أن يكون الدكتور معنا على الخط ويجيب على هذا السؤال. قال محمد من مات ولم يغزو على الأقل غزوة واحدة مات ميتة جاهلية. نريد أن نسمع رأي رجل القانون بتلك القوانين. ذكرتني مداخلة السيد رجل القانون من تركيا بما قاله الرئيس الفرنسي الراحل ديغول يوماً: ما دام القضاء في فرنسا بخير ففرنسا بألف خير. ما دام هناك رجل قانون مسلم يدافع عن أخلاقية محمد ويدعي أن هناك تعايشاً طبيعياً، أو كان هناك تعايش طبيعي بين محمد وبين غير المسلمين، فيا ويلنا من المستقبل. طالما يزعم رجل من المفروض أن يدافع عن القانون ومن المفروض أن يحمي القانون حريات الآخرين وأن يحمي الحقيقة، هذا هو رجل القانون في الإسلام الذي يدافع بدون أدنى ذرة خجل عن أخلاقيات محمد ويدعي أنه كان مسامحاً مع غير المسلمين. ولنا في غزوة بني قريظة مثال حي على ما نقوله. شكراً للأخ جوزيف الذي اتصل من لبنان أعتقد ليسلم علينا، شكراً له. أتمنى أن يبقى الجميع من مشاهدي البرنامج. ما زلنا معاكم، نتواصل مع اتصالاتكم، الخطوط مفتوحة. أهلا بكم مع هذه الحلقة مع الدكتورة وفاء سلطان وأمريكا والإسلام. ناخد الآن من العراق الاتصال مع جورجيس من العراق. أهلا بك جورجيس. مرحبا أخي. مرحبا. نعم. أهلاً. مرحبا أخت نوال. نعم يا الدكتورة. أهلا أخي. الدين الإسلامي هو كيان ضعيف يستمد قوته من جهل المسلمين والسيطرة على الإنسان. يعني كل إنسان من يكون جاهل يسيطرون عليه بالجهل مالته على مود يدسون البث مالهم. المقصود بأفكار خير موجودة الحوريات، الجنة المخصصة للمسلمين فقط، ولكن هذا الشيء غير موجود، هذا موجود عند الجاهلة فقط في عصر الجاهلية. في عصر الجاهلية والاحتلالات المحمدية واللي هي يعني غزوات أو سطوات تقام على الجاهلة فقط. فالمسلم أو الديانة الإسلامية، أنا آسف أقول ديانة ليست ديانة، الكيان الإسلامي هو كيان ضعيف يستمد قوته من جهل المسلمين للسيطرة على أفكارهم وبث أفكار خاصة. هذه الأفكار اللي تخلي المسلم يحلم بقضايا غير موجودة في الكرة الأرضية وإنما موجودة في السماء عند رب العالمين حاشا لله. شكرا لك. الاتصال التالي من العراق معنا محمد من العراق.
اهلا بيك، تفضل. محمد من العراق. الو مرحبا. مرحب بيك. اهلا اخي محمد. واضح؟ واضح. نعم، بس بالنسبه لموضوع الحلقه امريكا والاسلام، بالنسبه للمسلمين من جنة اوروبا والامريكا، هم ما يجون لسبب انه مثلا حياه افضل او وضعيه احسن او خدمات او شيء، وانما لسبب عظيم. واحنا المسلمين ان شاء الله عن عد العدة الامريكا واوروبا راح نسوي امر عظيم، بس ما اقدر اتكلم. من الحين تحت الصفر كل شيء ينتهي. فهذه المسلم صحيح يجي على امريكا او اوروبا ودين غير دينه، بس هي المساله اكبر، امر عظيم. من الحين تحت الصفر كل شيء ينتهي، وما اقدر اتكلم بعد اكثر. اخت نوال، باعتبارك بتشتغلي مع الاخوه العراقيين في استديو الآرامية، هل بإمكانك أن تختصري مداخلة الأخ محمد من العراق ولو ببضع عبارات؟ لم أسمع الصوت واضحا. الأخ محمد بيقول إحنا المسلمين ما راحوش الغرب علشان خاطر بيدوروا على حياة أفضل، لكن راحوا لسبب عظيم، بس هو مش قادر يتكلم عن هذا السبب، وهيتم هذا السبب تحقيقه إن شاء الله قريبا. وصلت الرسالة، شكرا أخت نوال. طب تفضلي التعليق على المداخلات أو الأحباء اللي شاركونا. المداخلة الأولى من العراق أيضا، لا أذكر اسم الأخ المتصل، على كل حال جرجيس. ما وصلني من رسالته أن الإسلام ليس ديانة، وليس وهو كيان ضعيف يستمد قوته من ضعف المسلمين، وهذا يعزز ما جاء في رسالتي. طبعا الحكومة السعودية كما تكذب على الغرب تكذب على أهلها في السعودية، يقولون أنهم لا يسمحون للنصارى واليهود بدخول مكة، وأنا على علم لأصدقاء كثيرون من اليهود ومن المسيحيين ساهموا في بناء مكة، هم يدخلون بكل سهولة وبكل رحابة من قبل الحكومة السعودية. والنقطة التي أود أن أركز عليها هو أن السعودية كحكومة هي حكومة كذابة ومنافقة، كما تكذب وتنافق على الغرب بخصوص حقيقة دينها، كذلك تكذب وتنافق على شعبها بخصوص تعاملها مع اليهود والنصارى. فأذكر مثالا خطر ببالي الآن، لي صديق فلسطيني مسلم كان يشتغل في إسرائيل في أحد المصانع، وكان دوره يقوم بإلصاق لاصقة أو إتيكيت على الصناديق المصنعة. طبعا الصناديق تحوي على ما أعتقد بعض قطع غيار السيارات، وكان هو يقوم بلصق لاصقة على الصناديق تقول صنع في إسرائيل. فعندما قام بعمله اليومي وبدأ بلصق تلك اللصاقة على صناديق صنعت، صاح به أحد الموجودين لا تفعل ذلك، فهذه الصناديق موجهة إلى السعودية، وهم لا يريدون أن يقولوا بأنها صنعت في إسرائيل. هذه هي حقيقة الحكومة السعودية، تنط على أكثر من حبل في آن واحد، وكما قال أحد الأخوة المتصلين على الباغي تدور الدوائر، نهاية الكذب والنفاق نهاية مأساوية، وستكون هكذا نهاية الحكومة السعودية. الأخ محمد من العراق يقول بعض المسلمين بقوا في بلادهم ولا يريدون أن يسافروا إلى الغرب، والبعض الآخر سافر لسبب عظيم لكنه لا يستطيع أن يذكر ذلك السبب العظيم، لا يستطيع أن يذكر. إذا كنت إنسانا ملتزما بعرف أخلاقي فيجب أن تكون صريحاً، ويجب أن تكون صادقاً، ويجب أن تكون واضحاً عندما تجري المقابلة في أي سفارة غربية أو أمريكية
للدخول إلى بلادهم. هذا يعني أنكم تكذبون، هذا يعني أنكم تضللون، وهذا يؤكد أن عقائدكم مضللة وعقائدكم تشجع على الكذب والنفاق. لا تستطيع أن تضحك على الغرب، صدقني هم يعرفون تماماً ما في أذهانكم ويعرفون تماماً كيف يواجهونكم. تقتضي قيمهم الغربية أن يتريثوا وأن لا يحكموا بسرعة، ولكن المستقبل القريب سيرينا تغيرات لا تحمد عواقبها. شكراً على كل حال للأخ محمد، نتمنى أن يبقى من متابعي البرنامج، وعودة إلى الأخت نوال واستديوهات الآرامية. شكراً يا دكتورة، الخطوط مفتوحة معاكم، أهلاً بيكم. من كندا برحب بمروان معنا، أهلاً بيك. سلام لك مدام نوال، أن سلام دكتورة وفاء. أهلاً أخي مروان. جس ردا على الأخ محمد من العراق، أنا من خلفية إسلامية، نحن جينا على الغرب وعلى أمريكا وكندا وإستراليا هربا من الشيعي للسني والسني من الشيعي، هذا هو الحقيقة. بس محمد يمكن عنده حلم أنه يغزو الغرب، بس هذا حلم، مثل ما قال محمد الإسلام جاء غريبا وسيذهب غريبا. وشكرا. شكرا لك أخ مروان، ليس لدي ما أضيف على مداخلتك الجميلة. دخل جاء غريبا إلى بلادنا وسيعود كالأفعى إلى كما تعود الأفعى إلى وكرها غريبا. شكرا لك مرة أخرى. خطوط مفتوحة معكم أحبائنا المشاهدين. هناك تعليق جانا الآن بيقول بالنسبة لتعليق الوزير السعودي، بيقول يا دكتورة وفاء، سيادة الوزير لا يكذب لكنه يتجمل، لكن عبارة حضرتك من ماذا تقصدين بتجاهل الغرب لهذا الكذب والنفاق؟ فضل. يقول الأخ بتعليقه أن الوزير السعودي لا يكذب وإنما يتجمل. هناك مثل سوري يقول ليس أعور ولكن في عينه قشة، فبدلا من أن يقول أعور يقول في عينه قشة، وهذا هو ما قصده السيد في تعليقه الوزير السعودي لا يكذب وإنما يتجمل. طبعا هو يكذب وهو ينافق وهو مرائي كبير. هل هناك أي شيء آخر؟ سؤال آخر ضمن التعليق، لماذا يتجاهل الغرب الكذب والنفاق من الحكومات الإسلامية؟ طبعا هو لا يتجاهل، ولكن كما أشرت سابقا أن القيم الغربية تدعو المؤمنين بها لأن يتريثوا وأن لا يصدروا أحكاما بسرعة على الأشخاص، ولقد أخذت الحكومات الغربية عقود لكي يبدأوا بفهم العقلية الإسلامية. ولا أعتقد أن الغرب غبي إلى الدرجة الذي يتجاهل بها العقلية الإسلامية، فنحن قاب قوسين أو أدنى من ردة فعل غربية لا تحمد عواقبها. شكراً للأخ الذي ترك التعليق، وعودة إلى الأخت نوال. معك من تركيا، عاد معك على الاتصال الدكتور ليث من تركيا، تفضل أهلاً بيك. دكتور ليث من تركيا. نعم نعم دكتور ليث، تفضل. مرحبا. مرحب. مرحبا. أهلا وسهلا. طب شوي، أنا ما كملت أنا ما كملت كلامي، والأخت الدكتورة شوي تهجمت يعني الأشياء. أولا أنا ما أنطي مبرر لشخصية القتل. هذه وحدة، هذه ما بيها مبرر نهائيا.
هذه بالدرجة الأولى. عزيزي 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 الدكتور، أنت لا تبرر القتل، لكن هناك فرق بين أنت وبين نبيك. نبيك يبرر القتل، القرآن يبرر القتل. لا شك أنك إنسان بكل ما تحمله كلمة إنسان من معنى، ولذلك لا تبرر القتل، ولكن القتل مبرر في القرآن. أتحداك أن تأتيني بآية قرآنية واحدة تحرم القتل تحريما مطلقا. المايكروفون معك، تفضل. دكتور دكتورة لو سمحتي لو سمحتي، شوفي التعايش، أنا أقصد التعايش السلمي بكافة الديانات. الديانات الديانات مو حكرا على على دين واحد. الديانات مجمل الديانات مجمل الديانات، كل إنسان، البوذي ديانة، السيخي ديانة، الإسلامي ديانة، المسيحي ديانة، اليهودي ديانة، هذه كل إنسان حر، كل إنسان حر حتى لو يعبد الحجر، ما له علاقة حتى لو يكون ما عنده دين. لكن الشيء الوحيد اللي بالإنسان، الشيء الوحيد اللي بالإنسان هو الصدق، الصدق والأخلاق. يعني الدين ما يخلق الأخلاق، الأخلاق هي مخلوقة عادة صحيحة، لكن إحنا ما نعتمد على شخصيات سياسية مثل السعودية ومثل قطر ومثل الكويت، مثل هذول الدول، هذول الترجعين مرجعهم راح يكون مرجعهم أصلاً هو مو إسلام، ما له علاقة بالإسلام، لأنهم في بلدهم يصلون ويطلعون إلى خارج البلد يسكرون عادي. أخي الدكتور نريد أن تعطينا رأيك بالقرآن وبمحمد. اترك هؤلاء الوزراء والشيوخ إلى جانب، ودعنا نناقش ودعنا نكون محددين ضمن سياق القرآن وضمن سيرة محمد. الكلام الذي تقوله من ذهب، وأنا أؤمن به أكثر مما يؤمن به أي شخص آخر، إنه الإنسان حر باعتناق أي دين يريده. ولكن السؤال الذي أريد أن أسمع جواباً له منك، ما رأيك بما جاء في القرآن وما جاء في السيرة المحمدية من وجهة نظرك كرجل قانون؟ هذا ما أريد أن أسمعه. لماذا يتركون دكتورة تسمع لماذا يتركون آية بالقرآن؟ آية بالقرآن، هذه آية شو تقول؟ لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. هذا كذب ونفاق. يجب أن تقرأ الآية من أولها إلى آخرها. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم تعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. تصور أن أتحدث إليك فأقول على سبيل المثال، طبعا لا أقصده، أيها الوقح لك أسلوبك في الحياة ولي أسلوبي، فأقول أدعي بأنني أحترم حريتك. عندما أبدأ قولي أيها الوقح لك حياتك ولي حياتي، هل هذا يعني أنني أعترف بحقك أن تعيش كما يحلو لك؟ عندما تقول أيها الكافرون لكم دينكم ولي ديني، أين هو التسامح في تلك الآية؟ يجب أن لا تقطع الآية من سياقها، يجب أن تقولها بالكامل كي يفهم المشاهد الحقيقة التي تدل عليها الآية. أختي دكتورة، هل من الأخلاق بمكان أن تقول للنصارى أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين؟ أين هي الأخلاق؟ أبدا 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 أختي دكتورة، أبدا أبدا ما كانوا لو سمحتي أبدا أبدا ما كانوا النصارى، ما كانوا النصارى كافرين، ولا كانوا اليهود كافرين، ولا كان أي معتقد ديني هم كافرين. أنت لا تتصورين، شوفي التاريخ الإسلامي كله مزيف، التاريخ الإسلامي كله مزيف باعتراف مشايخ
وناس هم 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 هسه دعنا ودع التاريخ الإسلامي، دعنا نناقش في الآية التي تقول يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين. دعنا من التاريخ الإسلامي، دعنا نركز على الآية. سؤالي، هل هذه الآية تدل على التسامح الإسلامي؟ هاي تدل على أنه أنا أتركك على دين، أنا ديني كذا وأنت دينك كذا، خلاص خلنا نعيش. لك يا أخي عم تتهمني بالكفر، تتهمني مسبقا بالكفر. لا عم تقل لي أيتها الكافرة، عم تقل لي أيتها الكافرة لك دينك ولي دين. عم تبدأ الهي لازم تقول أيها الناس لكم دينكم، أو أيها الأخوة، أو أيها الشعب، أو أيها الأصدقاء، قل ما شئت، ولكن لا تقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنا ولا أنتم تعبدون ما أعبد، لكم دينكم ولي ديني. هل هذا تسامح بالله عليك من وجهة نظرك كرجل قانون؟ تذكر ما قاله ديغول، إذا كان القانون في فرنسا بخير ففرنسا بألف خير. لهذا السبب، لأنه لا يوجد رجال قانون في المسلمين بين المسلمين وفي الإسلام كي نكون بألف خير، لذلك نمر اليوم، لأن رجل القانون سقط بضميره إلى حد يعتبر الآية التي تقول أيها الكافرون لكم دينكم ولي ديني يعتبرها مثالا عن التسامح، وإلا فقل لنا ما تؤمن به إذا كان كلامي غير صحيح بخصوص تلك الآية. تفضل. لو تسمحيني دكتورة في مقولة لعلينا بطالب، في مقولة لعلينا بطالب يقول أخوك يعني نظيرك في الخلق، يعني احترم الانسان، اما يكون نظيرك في الخلق واما يكون مشارك لك في الديانه، واما يكون اخوك في ديانه اخرى. الو، معين دكتور؟ ايوه تفضل. لم افهم شيئا للاسف. ألو؟ الشديد. تفضل اخي الدكتور القانون. تفضل. مقولة لعلي بن أبي طالب، أقول لك في مقولة لعلي بن أبي طالب يقول احترم أخاك، يعني نظيرك في الخلق، أما نظيرك في الخلق وأما يعني تحترمه لأنه هو في دينك وأما في ديانة أخرى. سمعتين دكتورة؟ علي بن أبي طالب قال أخوك إما في الدين وأما في الخلق، هذا ما قاله علي بن أبي طالب. وأما نظيرك في الخلق، يا ولكنني لا أناقش هنا الإسلام من وجهة نظر علي بن أبي طالب، وإنما نناقش الإسلام من مصدريه الأهمين، ألا وهما القرآن والسيرة المحمدية. أنا دائماً في موقفي من الإسلام لا أعتمد على أي مصدر آخر، وإنما أعتمد على القرآن وأعتمد على السيرة المحمدية. قلت وأكرر القول، أرجوك اترك التاريخ الإسلامي جانباً، اترك علي بن أبي طالب جانباً، ودعنا نركز على القرآن، ودعنا نركز على سلوكيات محمد. علني وإياك نصل إلى أرضية مشتركة. سؤال واحد، أجبني بنعم أم لا. أرجوك أخي أيها رجل القانون، أرجوك أن تجيبني على سؤال بنعم أم لا. في نظرك كرجل قانون، الآية التي تقول يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين، هل تعتبرها مثالاً للتسامح الإسلامي؟ مرة أخرى أرجوك أن تجيب بنعم أم لا ثم تعلق. كلمة الكافرون دكتورة، كلمة الكافرون هي مو يعني مو مصطلح يطلق على مو صاحب الدين، صاحب الديانة ما يطلق عليه كافر.
عادة صاحب الديانة ما يطلق عليه كافر باعتباره أنه هو مقر لله، فما يطلق عليه كافر. أنا ليش أطلق كلمة كافر على المسيحي أو أطلق كافر على اليهودي؟ ليش يعني؟ هو أصحاب كتاب. ولا تنسي دكتورة، لا تنسي أول شرارة للدين الإسلامي هو استقبلها النجاشي. وقالهم يعني ما بين دين عيسى يسوع المسيح عليه السلام ودين محمد زين إلا هذا الخط، صح؟ لا مو صح، لا مو صح. تسألني إن كان صح وأنا أقول لا مو صح. أنت تقول بأن النصارى واليهود ليسوا بكافرين، هذا ما تدعي. سأوافق معك، سأتفق ولو من باب الحوار، سأتفق بأن الآية لا تعني النصارى ولا اليهود وإنما تعني الملحدين. دعني أضرب لك مثلا، أنا ملحدة لا أؤمن بأي إله ولا أؤمن بأي دين، هل من حقك أن تقول لي أيتها الكافرة ليس لك دين ولي ديني؟ هل هذا مثال على التسامح؟ أنا ملحدة، هل من حقك أن تقول لي أو تخاطبني بكلمة أيتها الكافرة؟ هل من حقك؟ أبداً. أنا لست نصرانية ولا يهودية، أنا لي دين خاص فيني اسمه دين وفاء سلطان. هل من حقك أن تتهمني بالكفر؟ هل اتهامك بالكفر مثال على تسامحك؟ أبدا دكتورة. شوفي، أبدا ما من حق أي إنسان يكفر شخص، ما من حق هذا إذن لماذا تقول الآية أيها الكافرون؟ الكافرون ممكن في ذاك الزمن، يعني في ذاك الزمن يعني تعتبر يعني في ناس كافرون، ما يعني مو حكرا على اليهود والنصارى. يعني هاي الآية مو نزلت إنه حكرا على اليهود والنصارى، ممكن نزلت على العرب هم نفسهم، هم العرب اللي كانوا يعني يبيحون كل الأشياء. فقصد الكلام إنه الأخلاق هي موجودة قبل الديانة. الديانة ما تكون أخلاق، الأخلاق. ولذلك بعض الناس يذهبون إلى أوروبا يرجع يقول أنا شفت بأوروبا الصديق وشفت الأشياء المحترمة والأشياء الزينة، بينما يجي إلى بلاد المسلمين يقول ماكو مسلم، ماكو إسلام، شنو الإسلام؟ ولذلك بكل دول العالم العربية، بتشوف الإنسان المسيحي، هو مؤتمن، صاحب أمانة ما يكذب، لكن المسلم عنده كذب. شكرا أخي على هذه المداخلة. على ما يبدو من خلال مداخلتك جسدت حقيقة مؤلمة يعيشها الكثيرون من المسلمين، هؤلاء المسلمين الذين لا يميزون بين أخلاقياتهم كبشر كسائر البشر وبين ما جاء في دينهم وما جاء في قرآنهم، لا يميزون، يخلطون. أنا ليس لدي شك من أن الأخ الدكتور في القانون هو إنسان وله جهاز أخلاقي جدير بأن يعتز به، لكنه للأسف الشديد يخلط بين أخلاقياته وأخلاقيات ما جاء به محمد. نتمنى أن يبقى صديقاً للبرنامج وأن يزودنا دائماً بمداخلاته. شكراً لك أخي، أتمنى لك طيب الإقامة في تركيا وأن تعود سالماً ومعافى إلى وطنك الأم. لدينا انتظارات طويلة في للمداخلة، أتمنى أن يكون الاتصال الأخير. تفضلي أختي. معلش هنستسمحك دكتورة لأنه أحبائنا كانوا صبورين جدا لحوارك مع دكتور ليث. هناخد يوئيل، تفضل يوئيل. مرحبا تفضل أخونا يوئيل. أهلا وسهلا دكتورة وفاء.
أهلاً. أنا مسامع قديم عليكم، بس أريد أسأل دكتور وفاء إذا إمكانها يوم لا حقدي على الإسلام، حقدي على القرآن، لأن في كل أشياء وسخة وقتل وغذر في القرآن. ثانيا يعني أريد من دكتور وفاء إذا أمكن يوم تطلع يعني وصفة ذخيرة عن البوذيين والهندوس والكوفشيين، هؤلاء أتهم ديانات من كل ديانة ملاحظة تقارنيها بين الإسلام، يعني هل ديانات بوذية ما فيها من أشياء اللي فيها القرآن، لا قتل ولا زواج ولا ما أدري شنو، هالأشياء كلها ما في حتى يعرفون، مو أنت تتحاجمين الإسلام. الإسلام في دين لا يوجد له مثيل من أخطاء ومن أشياء لا يحملها الإنسان، هاي واحدة. ثانيا أكو الشخص، هي الفكرة وصلت تقريبا أخونا يؤيل، وصلت النقطة بتاعتك اللي تريد أن توصلها. أخذ الاتصال الثاني أم نور، تفضل. ألو، سلام المسيح معاكم. أهلا بك. السؤال إذا ممكن الدكتور وفاء، هل الإسلام يصلح لكل زمان ومكان؟ وبعدين عندي شيء ثاني، لا زال لحد الآن يعني بالعراق شخص بالبرلمان البارحة دا أسمع أخبار، أوكي، الظاهر استعمل لا إله إلا الله فقط بالبرلمان، اعتبروه كافر لأنه ما كمل الشهادة كلها، فيعني لا زالوا يصرحون أوكي اللي ما ينطق الشهادة هو كافر. وشكرا. شكرا أم نور. معنا محمد مرة تانية، أرجو الإيجاز. محمد أرجو الإيجاز في المداخلة، تفضل. واضح تفضل. بالنسبة دائما وفاء سلطان تتهجم على محمد بتقول محمد قتل الرجال وسب النساء وسلب الأموال، يعني فهذه الأشياء هي حجة لمحمد وليس حجة على محمد. الله هو كان راضي محمد يقتل الرجال، والله هو كان راضي محمد يسب النساء، والله هو كان راضي محمد يأخذ الأموال. الله ما تدخل ولا منع محمد ولا ردع محمد من أن يفعل هذه الأعمال. ثانيا بالنسبة لكلامي بالمداخلة الأولى قلت أنه شفتكم ضحكتوا، الحمد لله الرسول ما وعدنا شيء إذا ما تحقق. الرسول وعد الكفار بالذبح وقال جئتكم بالذبح وذبح كفار مكة، وعدنا فتح فارس وفتحت، وعدنا فتح القسطنطينية وفتحت، وعدنا بفتح روما بالتهليل والتكبير، وإن شاء الله ستفتح روما بالتهليل والتكبير. أوكي شكرا أخ محمد. الاتصال التالي مروان مرة تانية. مروان اهلا بك. اهلا بك. جس انا بدي رد على الاخ من تركيا اللي قال بعد اقوال الامام علي. الامام علي هو اكبر واحد بالصحابه اللي قتل الناس. حتى عند الشيعه عندهم رمز الشيعه هو السيف الامام علي. الامام علي هو اكبر قاتل من الصحابه. أنا بعتقد الدكتور اللي تلفن من تركيا هو بائع فلافل ليس بدكتور قانون. وشكرا. أحسن. شكرا إليك أخ. أخت نوال هل تسمحين بأن فضلي. أعلق أكيد. أم هناك اتصال آخر؟ تفضلي التعليق لحضرتك، تفضلي. الأخ يوئيل قال أنه يجب أن نركز على القرآن لكي نعرف حقيقة الإسلام، وأنا أتفق معه 100%. وقال لو قارنا أي دين آخر بالإسلام سنرى فرقا كبيرا، وأنا أتفق معه 100%. الأخت أم النور سألت هل الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، وأنا أقول الإسلام لا يصلح للزمن الذي ولد فيه، أي الإسلام لا يصلح للقرن السابع الميلادي، فما بالك بالقرن 21. أحب أن أذكرك ببيت من الشعر لعنترة يقول فيه: هلا سألت القوم يا ابنة مالك
إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، أغشى الوغى وأعف عند المغنم، أعف عند المغنم. كانت العفة عن الغنائم شيمة من شيم العرب قبل أن يأتي محمد، وعندما أتى محمد حلل الغنائم وجعل خمس الغنائم له ولله. فتصوري القيم التي كانت دارجة قبل أن يأتي محمد لغاها الدين الإسلامي. الدين الإسلامي لا يصلح لما لزمن ما قبل الإسلام، فكيف تريدين أن يصلح للقرن 21؟ مداخلتك كلها نور، شكرا للأخت أم نور، نتمنى أن تبقى من مشاهدي البرنامج. عندنا الأخ محمد يقول الغزو والسبي وسرقة الغنائم كانت حجة لمحمد وليست حجة عليه. عندما غنم أذن الله له بالغنيمة، عندما سبى وانتهك أعراض النساء كان الله قد سمح له بالسبي وانتهاك الأعراض، عندما قال جئتكم بالذبح كان الله قد سمح له بالذبح. وبهذا الخصوص ليس لدي ما أقوله سوى ليذهب محمد وذلك الله إلى الجحيم، ولتتطهر كل أرجاء الأرض من كل رجس تركه هذا الإله وراء محمد. نتمنى أن تتابع مشاهدة البرنامج. الأخ مروان اتصل ليجيب على مداخلة رجل القانون من تركيا وأكد أنه بائع فلافل وليس رجل قانون، وذكر الأخ مروان رأيه بعلي بن أبي طالب وقال أنه أكبر قاتل في التاريخ الإسلامي، وأنا أتفق معه كل الاتفاق. شكرا للأخوة الذين اتصلوا. هل هناك اتصال آخر؟ هناخد هذا الاتصال من السودان. معنا أم محمد من السودان، أهلا بيكي أم محمد من السودان. السلام عليكم. السلام لك، تفضلي. السلام عليكم. السلام لك. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. وليس لك السلام لأخي محمد وأقوال المسلمين عامة في أي بقعة على الأرض. وأما اسمعيني بس على التليفون، أنا بحترم جميع الديانة المسلمة والمسيحية، وأنا الحمد لله رب العالمين مسلمة أما أبا الحمد لله، وأحمد الله كثيرا على هذه النعمة ربنا أنعمني بها بإني أنا مسلمة وابنة مسلمة وابنة مسلم الحمد لله. وبالنسبة لك يا دكتورة وفاء، عليك الله وأرجوك ما تتعدي في الدين، ما تستهزئي بالإسلام. وعشان أقول لك حاجة واحدة، السنة الإرهاب والموت والقتل والدم الأمريكان، وأنت وأمثالك وأنت مجرمة ومغرورة ومؤجرة ومأجورة وعجوز ومتخلفة. والحاجة الثانية، أنا بحيي محمد من العراق وبقول له ما تتعب نفسه، وبأيد أي مسلم ما يدق عليك ولا يتحدث معك لأنك أنت مترددة وواحدة زي ما بيقولوا عجوز قر. طيب، هل هناك يعني مفردات لغوية أخرى هتضيفيها أختنا ولا انتهيتي؟ يبدو أنها انتهت. دعيني أرد على الأخت أم محمد من السودان. يسعدني تحت أي ظرف أن تتصل بي امرأة مسلمة. بدأت
مداخلتها بإلقاء السلام قالت السلام عليكم، وهي بذلك قد تركت عرفا من أعراف الإسلام. السلام لا يلقى إلا على المسلمين، والدليل يقال السلام على من اتبع الهدى، ونحن في نظر المسلمين لسنا من أتباع الهدى، ولذلك لم تتبع من خلال تحيتها التقاليد الإسلامية. قالت السيدة أم محمد: أنا مسلمة وأحمد الله كثيرا على نعمة الإسلام، وأنا أقول بدوري وهل يحمد على مكروه سواه؟ طبعا لا. ثم تقول عليك الله، وتقول أنت مخرفة ومغرورة، وأضحكتني عبارة عجوز، وأنت عجوز. اسمعي أخت محمد، أخت أم محمد، تدعين بأنني عجوز، سأقول لك حقيقة تدركينها حق الإدراك. عندما اعتدى محمد على الطفلة عائشة ووضعها في حضنه واشتهى عليها، كان أعمر مني الآن، كان أعمر مني الآن، لم أعتدي في حياتي على أحد. كان محمد في ذلك الوقت أكبر سنا مني، واعتدى على طفولة ووضع طفلة في حضنه بعد أن سحبها من أرجوحتها واشتهى عليها وعقد قرانه عليها. تتهمينني بأنني عجوز؟ هذا اتهام يزيدني شرفا ولا يقلل من شأني، فأنا أحترم كل عام عشته على سطح الأرض، وأحترم كل حكمة جنيتها من خلال حياتي. أنا في هذا العمر لا أقبل أن يعتدي رجلا أو رجل عجوز على طفلة في السادسة من عمرها، ولو حكمت عليه لحكمت بالشنق. عاجلا أم آجلا البشرية ستوحد جهودها كي تحكم على نبيك بأنه مغتصب الأطفال، وستحكم عليه أنه كان عجوزا بعقله وليس فقط بسنوات عمره. على كل حال بتمنى الأخت أم محمد تبقى من مشاهدي البرنامج، علني أصل وإياها معا في يوم من الأيام إلى أرضية مشتركة، وأتمنى أن لا تصبح أبدا عجوزا، أن لا تصبح أبدا عجوزا، وأتمنى أن تفهم ما أقصد بتلك العبارة. أخت نوال، شكرا لك دكتورة وفاء الحقيقة، وأنا بشكرك وبشكر كل الأحباء مشاهديكي واللي دخلوا تواصلوا معاكي أيا كانت توجهاتهم. وكمان على فكرة دكتورة وفاء سلطان، لازم نوجه الشكر لكل الأحباء اللي بيتواصلوا معانا بالتكست وبكل تعبيراتهم أيا كانوا، بتعبيرات الغضب وقولي ما تقولين بتوصلنا ألفاظ، نشكر ربنا من أجلهم، وربنا يباركهم، ربنا يسامحهم على كل اللي بيكتبوه. ومرة تانية بشكرك على سعة صدرك دكتورة وفاء، وهنتقابل معاكي ومع مشاهديكي الحلقة القادمة. شكرا لصبرك ولوقتك. شكرا للجميع، أتمنى لكم أسبوعا مليئا بالخير ومليئا بالصحة والسعادة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء، شكرا لكم.